السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلت مرة يا شباب على قهوة أتكلم مع الشباب فبقول لهم مشاكلكم إيه؟ فوجئت إن أكبر مشكلة مالية حياة الشباب وسابوا الصلاة بسببها عدم التركيز في الصلاة. واحد بيقول أنا دماغي في الصلاة بتبقى شرق وغرب، واحد بيقول أنا سبت في الصلاة من خوفي من ربنا إن دي مش صلاة، ده أنا بفكر في كل حاجة ما بفوقش غير أول ما بسلم. ورطة حقيقية، الصلاة 5 دقايق لو أنت خشعت فيهم وأنت ركزت فيهم صدقوني يا شباب كل حاجة في حياتنا هتتغير. هقول لكم كلام عملي جدا جدا جدا، انا نفسي باذن الله ده من اهم اسباب ان الواحد يقدر يركز في الصلاه. هقول لكم كلام عملي. الحاجه الاولانيه، حدد هدف لنفسك في كل صلاه. يعني ادخل الصلاه دي انا هملأ الصلاه دي دعاء معين. انا مثلا الصلاه دي كلها حسبي الله ونعم الوكيل، او الصلاه دي كلها مثلا هسبح ربنا بذكر معين. حدد هدف، حددي دعاء قبل الصلاه انت هتملي السجود كله بالدعاء ده، هتملى الصلاه خشوع. رقم 2، وقفي المروحه قبل الصلاه، روح المسجد بدري قبل الصلاه بدقيقتين، قبل الاقامه بدقيقتين. هتدخل المسجد هتصلي ركعتين سنه، المروحه بتاعت الدنيا هتقف لما بتتك على كبس مروحه، المروحه ما بتقفش فورا، فانت اول ما بتدخل في الصلاه المروحه تبدا تقف، عما تسلم تكون وقفت فعلا. وقف المروحه بتاعت الدنيا من بدري، روح بس دقيقتين بدري، وانت يعني افتحي المصحف اقرا ايتين قبل الصلاه توقفي مروحه الدنيا. رقم 3، ودي مهمه جدا جدا، اشحن قلبك، اسمع مقطع ديني كل يوم، اسمعي مقطع كل يوم، المقطع ده هينور قلبك وهيشحن قلبك. هتحس بأكبر سبب للخشوع في الصلاة أنا جربته في حياتي، وهو أتدرون بين يدي من أقوم، أنا بين إيديك يا رب. الإحساس ده جبار، هو ده الإحساس اللي بيملى الصلاة خشوع. بالآخر يا جماعة، إيه كلمة السر في الخشوع في الصلاة؟ سبب الأزمة إن في شيطان اسمه خنزب، اوعى يخنزبك الشيطان ده طول ما أنت قاعد في الصلاة. ده أنت وراك مذاكرة بالهبل، الحق ابنك زمانه بيعمل مصيبة، طب أعمل فيه إيه؟ أول حاجة الاستعاذة بالله منه، نعوذ بالله من أي شيطان يصرفنا عن الخشوع في الصلاة. رقم 2، التركيز يا شباب. يعني في ناس يقولك اخشع في الصلاة، عيش بقلبك مع كلمات الصلاة، أنا بقولك كفاية بس إنك تركز، وربنا قال حتى تعلموا ما تقولون، ركز أنت بتقول إيه بس، ده في حد ذاتها دي هتوصلك لمقامات إيمانية عالية جدا. الحاجة الثالثة اللي تواجه بيها خنزب وتواجه بيها شياطين صرفك عن أخطر لحظات عمرك كله، هو لحظات لقائك مع الله، معادك مع الله، معادك مع ملك الملك، هي الدعاء. ارفع ايدك، ارفع ايدك معايا دلوقتي، تعالوا نطبق عملي. يا رب، يا رب ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، يا رب ارزقنا الخشوع في الصلاة، يا رب احنا صلاتنا دي مش نافعة، صلاتنا مليانة مشاكل ومليانة أخطاء، يا رب صلح لنا صلاتنا، يا رب أنت قلت في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، احنا بنستعين بيك على الخشوع في الصلاة، يا رب صلح لنا صلاتنا، يا رب ارزقنا صلاة تبقى سبب في دخولنا الفردوس الأعلى، اللهم آمين.